السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. إزايكم يا بنات؟ عاملين إيه؟ النهاردة كلنا بنتساءل عن غياب مها. مها اختفت مرة واحدة وحساباتها كلها اتقفلت. أنا حابة كلكم تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لمها. أنا من متابعين مها جدا وحبيبتي جدا وإنسانة محترمة جدا جدا، فكلنا بنتساءل فينك يا مها، اختفيتي مرة واحدة ليه؟ حاولنا نبحث عن قنواتها وعن حساباتها في جميع التواصل يعني الاجتماعي، وكل حساباتها وكل قنواتها محدش يعرف عنها حاجة. اختفت مرة واحدة وكل قنواتها اتقفلت وكل حساباتها اتقفلت مرة واحدة. طبعا كلنا قلقانين عليها، طبعا كلنا من متابعينها وهي حبيبتنا جدا. فانا حابة ان انتوا تعملوا شير للفيديو وتعملوا لايك عشان اوصل صوتي لمها. فينك يا مها؟ وتوصلنا في الاخر ان مها اغلقت حساباتها لسبب شخصي جدا هي مش حابة تقوله، وان باذن الله كل حساباتها هتتفتح تاني وهترجع لنا مها الجميلة تاني قريب جدا جدا. بس يعني ايه، طبعا احنا مش هنسأل، وما حبيتش استفسر جامد ايه اللي يعني ايه اللي خلاها تقفل وكده، لان قالوا ان هي حاجة شخصية جدا ودي حياتها الخاصة واحنا ما ينفعش ان احنا نتدخل فيها. احنا بس كل اللي كنا عايزينه ان احنا نطمن عليها ونشوفها بخير ولا ايه، بس مش اكتر، ما كناش عايزين اكتر من كده. بس يا حبايبي، فاحنا مش هينفع نتدخل في امورها الشخصية خالص. فهي ان شاء الله كل اللي حابب يطمن على مها باذن الله مها هترجع تاني واقوى من الاول. بس فهي ان شاء الله ممكن تبقى تصرح في حساباتها يعني او قنواتها هي كانت قافله حسابها ليه. بس انا كل اللي قدرت اتوصله ان هي قافله القناه بتاعتها عشان حاجه شخصيه. تمام يا حبايب قلبي، ربنا يطمننا عليك يا مها، ويا ريت الفيديو كل اللي يشوفه يعمل لي لايك عشان اوصل صوتي لمها من قناتي الصغيره جدا المتواضعه جدا. بقولك بحبك يا مها، وانا على طول من متابعينك وعلى طول بعلقلك. بحبك جدا في الله، وربنا يطمن عليكي ويطمن كل حبايبك عليكي. بس كده يا حبايب قلبي، كان معاكم نوجة. بالله عليكم ما تنسوش الاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشرفيني، ودوسي